هاي يا حلوين، حبيت أعملكن هيدا الفيديو تيكون مرجع لألكن عن النظافة الشخصية، العناية بالبشرة والعناية بالضفير والجسم. سو خلينا نبلش. عم بلش أول شي بالشعر، بما أنه شعري صار لازم له حمام، سو عم بعمله بالمي، وعم بستعمل شامبو خصوصي لا فروة راسي ولا نوعية شعري، وعم بشتغل بالشامبو. ارجع اخد هيدي الأداة، هلأ رح تشوفوها مثل إلى سنين، هي سيليكون بتحرك الدورة الدموية بفروة الراس وبتعملها شوية صنفرة. سو بشتغل فيها بطريقة دائرية، برجع بشيل الشامبو عن الشعر. كرر هيدي الخطوة على حسب شعري قدي بحاجة انه يصير نظيف. انا رح اعملها مرة واحدة. رح ارجع اخد هيدا المنتج، اسمه سكالب سكراب، يعني بيعمل صنفرة او سكراب لفروة الراس. فروة الراس جلدة مثل وجنا، بس بتكون دهنية اكتر، سو بحاجة انه نعمل لها صنفرة من وقت للتاني. وانا كتير بحبه لهيدا المنتج، لانه الحلو فيه انه منقدر بالمي بيدوب وبيبطل موجود على الشعر، ومنقدر نعمله بعد الشامبو. وهلأ عم بحط ماسك على الشعر، وأكيد على حسب نوعية شعري عم بحط الماسك. وعلى طول الماسك تبع الشعر أو المرطب أو الكونديشنر ما منحطه على الجذور، منحطه بس من نص الشعر ونزول، ومنركز أكتر شي على الأطراف. بعد 5 دقايق بشيل الماسك عن الشعر بالمي، وهلا رح ننتقل للعناية بالجسم. إذا عبالكن بشرتكن وبشرة جسمكن تكون كتير كتير ناعمة وتبين صحية وهيك جلوي، بدكن تعملوا سكراب وصنفرة للجسم. فيكن تستغنوا عن هيدا المنتج وتعملوه انتو بالبيت، يلي هو سكر مع زيت زيتون مع عصرة حامض صغيرة، بتعملوه على كل الجسم وبترجعوا بتشيلوه بالمي. وهلأ صار وقت سكراب الوجه. عم بستعمل غارنييه سكين اكتيف. هيدا المنتج فيه مثل حبيبات صغيرة بشيلوا الجلد الميت عن الوجه، وكتير كتير جنتل ومنه أبدا قاسي على البشرة. ومثل ما ملاحظين اللون تبعه فيه فحم، والفحم معروف انه بنظف البشرة بالعمق من جوا. سو عم بمشي فيه بطريقة دائرية على كل الوجه. برجع بغسل وجه بالمي، وبنتقل لغسول الوجه اللي أنا عم بستعمله عادة. أنا عادة بستعمل غسول الوجه مع فوريو، أكيد أنتو فيكن تستعملوه لحاله، بس هيدا المنتج من فوريو صار لي 3 سنين بستعمله وما بستغني عنه. ولا مش دعاية أبدا، ما حدا دفع لي مصاري كرمال أحكي عنه. عن جد أنا كل شي بهيدا الفيديو بستعمله وكتير بحبه. سو برجع بغسل وجه بمي، وبنتقل للعناية بالبشرة. رح أعمل حمام بخار، يعني باخد جات بحط فيه مي عم تغلي، وبحط راسي، أكيد ما بخلي وجهي يدق بالمي أبدا، بحط راسي فوق هيدا الجات كرمال الستيم والبخار اللي عم يطلع يفتح المسام بالبشرة والبشرة تتنفس أكتر. وتبلش حرك راسي شمال يمين. فيكن تحطوها لمدة 5 دقايق، وإذا قدرتوا تضاينوا 10 دقايق بيكون كتير منيح. هلأ صار وقت نعمل خلطة طبيعية لتحت العين، تعملوها مرة بالأسبوع وبتلغيلكن الهالات السوداء نهائياً. كتير كتير قوية والنتيجة فورية تبعها. الخلطة هي من التيرميريك أو الكركم أو العقدة الصفرة. بليز خبروني بالكومنت انتو شو بتقولوها أو كيف بتلفظوها ببلدكن. سو رح اخد شوي صغيرة من العقدة الصفرة مع ملعقة مي صغيرة، ورح حركن تأحصل على هيدا المعجون. رح اخد بأصبعي ورح بلش حط 100% على الهالات السوداء، ما بدي وزعه على كل الوجه، بدي حط بس على الهالات السوداء. وبدي انتبه انه الكركم ما يفوت بقلب العين، لانه اكيد ما بيسوى ورح يحرقكن. بالنهاية هيدا بهارات، بس نحنا عم نستعمل الكركم كرمال نقدر نصحح اللون الموجود تحت العين. رح اتركه لمدة 10 دقايق، وبهالوقت رح بلش اعمل شفرة للوجه. كلنا
صرنا نعرف كيف نعمل شفرة للوجه أكيد على بشرة ناشفة، أو إذا بشرتكم كتير ناشفة بتقدروا تحطوا شوية سيروم، ومنمشي مع اتجاه الشعرة ومش عكس اتجاه الشعرة. أنا كتير بحب أعمل شفرة للوجه لأنه بشيل الوبر عن الوجه وبشيل الجلد الميت العلقان على البشرة. بعد 10 دقايق باخد قطنة مع ميك اب ريموفر وبشيل العقدة الصفرة من تحت العين. بنتبه اني شيلها كتير منيح وبقطع على نفس المنطقة مرتين وثلاث مرات لانه العقدة الصفرة رح تترك شوية لون اصفر وراها. هلا رح اخد ماسك، انا هول الشيت ماسك كتير كتير بحبهم لانه كتير سريعين وكتير مفيدين للبشرة، وبحطهم لايك بدقيقتين وبشيلهم بعد 15 دقيقة، بحسهم انه كتير براكتيكال وعملية. سو بحط من هيدا الماسك على الوجه، وكرمال استفيد اكتر من الماسك اكيد هيدا خطوة اضافية مني، بستعمل هذا المنتج من فوريو يلي بيعمل بولسيشنز او مثل زبزبات. هول الزبزبات كتير كتير مريحين، انا كتير بحس باسترخاء بس حط هيدا المنتج على وجهي، وغير هيك بيعطي ضوء احمر اصفر واخضر كرمال البشرة تقدر تستفيد قد ما فيها وتشرب الماسك قد ما فيها. خلص الماسك وهلأ صار وقت نعمل الضفير. مثل ما ملاحظين ضفيري بلشوا يقشروا، بلش اللون يبوخ والعقدة الصفرة صارت معلمة عليهم. سو هلأ صار وقت انه نهتم بضفيرنا. اول شيء اكيد رح شيل النيل بولش اللي حطته، ومثل ما ملاحظين بلشوا ضفيري يطولوا، كتير عم بنبسط ان اهتم بضفيري ويطولوا. سو رح جيب مرطب، حيلا مرطب عندكم ياه بالبيت، انا عم بستعمل مرطب للجسم، رح حطه على اللحمية او الجلد الميت اللي بيبقى موجود حوالي الضفير، ورح اعمل مساج ومسد هيدا المنطقة كرمال كتير منيح تترطب. هلأ رح بلش ادفش اللحمية والجلد الميت على الضفر لتحت بالبوشر. اذا ما بدكن تعملوا اللحمية او تشيلوها وتقصوها عن ضفيركن، على القليلة اعملوا هيدا الحركة لانه هيدا الحركة بتعطيكن مدى للضفير، والضفير ببينه كتير نضاف وكتير مرتبين. هلأ انا عندي شوية لحمية رح شيلها بهيدا المقص الخاص باللحمية، ورح ارجع غسل ايدي وانتقل للنيل بولش. رح بلش بالنيل ثيكنينج، يعني بسمك الضفير، بغذي الضفير. رح حط اول طبقة، ارجع حط الفيرني، حبيت اني حط هيدا اللون البينك الفاتح، ببلش بالنيل بولش، بحط طبقتين من النيل بولش، واخيرا وهيدي خطوة كتير مهمة بدي حط توب كوت. هيدا التوب كوت هو مثبت بيعطي لمعة كتير حلوة وبيخلي الضفير او النيل بولش يضاين اكتر وقت على الضفير. هيدي هي النتيجة، كتير كتير حبيت الضفير، كتير حسيتهم ناعمين وهيك بالنتية وجيرلي. هلأ صار وقت نرطب البشرة. رح بلش اول شي بسيروم لتحت العين من لوريال، رح استعمل الابليكيتر وارجع استعمل الرينج فينجر او الاصبع اللي منحط فيه المحبس، وبلش اعمل مساج ومسد تحت العين. رح ارجع اخد مرطب خاص بتحت العين من ات كوزماتيكس، كتير مهم انه نهتم بتحت العين لانه هيدي البشرة كتير حساسة وكتير رقيقة، واكتر شي ببين عليها العمر. سو كل ما تهتموا فيها كل ما تكونوا عم تستثمروا ببشرتكن اكتر.
رح ارجع استعمل سيروم اسمه بيوتي سليب سيروم كمان من ات كوزماتيكس. عن جديد بعتوا لي هالكولكشن سو عم جربها وكتير كتير انبسطت بهيدا السيروم اسمه بيوتي سليب. بتحطوه قبل ما تناموا، بترجعوا بتحطوا من بعده مرطب للبشرة، كمان ريحته كتير ريفرشينج وحلوة. كمان من ات كوزماتيكس ومن نفس الكولكشن يلي هي بيوتي سليب. بالنسبة لإلي ولا عمري هلأ كتير عم بحب أن اهتم ببشرتي قبل النوم، ابدا ما بنام بالميك اب وعلى طول بحط السيروم وبحط المويسترايزر. وهيدي النتيجة جايز، كتير كتير مرتاحة، كتير مبسوطة، كتير ريلاكسينج. جربوا هيدا روتين بالبيت وخبروني شو رأيكم بالكومنتس. واكيد ما بدكن تنسوا انو تعملوا لايك شير سبسكرايب، وانا بشوفكم بفيديو جديد قريبا. باي.